السلام عليكم ورحمة الله أيها التلاميذ. وعليكم السلام ورحمة الله أيها الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله وحنوب بلابنا يوم هددين إهد التربية الإسلامية دار أهان الحديث للصف الثاني الابتدائي. ما أنت إن شاء الله تعالى وحنكبل عبينا الحديث الثالث، حديث كسدحات. حديث كسدحات وهو كساب سنيهي محبة المسلم لأخيه، محبة المسلم قفك إنه مسلم كاه إنه جعلاده لأخيه ولا الكيس. الحديث الثالث حديث كسدحات محبة المسلم لأخيه، محبة المسلم قفك مسلم كاه إنه جعلاده لأخيه ولا الكيس إنه جعلاده ومسلم كأه أيان حديث كان كبرانينها أن قفك مسلم كأه وحالو قبا هاي هاي وحيابو بدن وحاكم إذا قفك مسلم ككلا إن أو ماركتي قفك مسلم كوحالو قبا هاي هاي قفك مسلم ككلا إن أو جعلاده أو معناها وحو نفس دي سلجعلي هاي أو كلا قفك كلا أو مسلم كأه أو كلا جعلاده. ما أنت حديث كاس أيان قاضنينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. عن أنس أنس وحال قوري أنس كي ابن مالك مالك إن ويلكي سأها رضي الله عنه الله كرال نقضي قال وحجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحجري لا يؤمن أحدكم قفكين مر ما يوير النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحب لأخيه إلا ولالكي سأوك لجعل هذا ما يحب لنفسه نفس دي سوحو لجعل يها إلا قفك ولالكي مسلم كأه أوك لجعل هذا، رواه البخاري ومسلم. حديث كان وحاوري إمام البخاري إمام مسلم. عن أنس بن مالك أنس بن مالك وحال قوري رضي الله عنه الله كرار النقضين قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحيري لا يؤمن أحدكم قفكين مر مايو حتى يحب لأخيه ولا الكيس مسلم كإلا أكل جعلاده ما يحب لنفسه نفسدي سوحو لجعليه، رواه البخاري ومسلم. حديث كان وحديث وين وحنوري أنس بن مالك رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أيو كوري نبي إنو دحي نبي عليه الصلاة والسلام وحيري أحد كينا مر ما يو إلا ولالكيس مسلم كأو كلجعل هذا نفس الدي سوحو لجعليه بل فيري مر ما يؤير مر ما ينين معنا إيمانك أو كدير إيمانك وحالك وضع الإيمان الكامل إيمانك سحظة هايو لما يسترناي مر ما ينين معنا إيمانك سناقص واي ووحا كجرو ألغا وضع نبي صلى الله عليه وسلم مركو يقول قفكينا إيمان لما يسترن مر مين إلا قفك مسلم كأه أو كلجعل هذا أو ولا الكيس أه ما يحب لنفسه نفس دي سوحو لجعليه أو خير أه أو وناق أه أو هرمر أه أو فعنان أه. حديث كسدا سوى نقول لنا يا أن أنس بن مالك وحال قوري رضي الله عنه قال وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وحيري لا يؤمن أحدكم قفكين مر مايو حتى يحب إلا أكلج على هذا لأخيه ولا الكيسة ما يحب لنفسه نفس دي سوحو لج عليه أو خير أه، رواه حديث كسوحا وريي البخاري ومسلم. إمام البخاري يا مسلم أيا سو صار حديث كان حديث كمرك قفك وري ياو حديث كيا وري التعريف بالسحابي أنبرانو حديث ك صحابي قوريي هو أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات
كان كثير المال والولد بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مات بالبصرة سنة 93 للهجرة. التعريف بالصحابي صحابي إنام برانو حديث كوري هو أنس مقعيس وأنس أنس كي ابن مالك مالك ويلكي سأها الأنصاري أنصار أها الخزرجي هذا قزرج كسي أها أنصار وحي أكل قيب سمت أوس إي قزرج خدم وحي أذيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أيو أذيقي جري 10 سنوات 8 سنة أيو نبي أذيقي كان وحي أها أنس كثير المال والولد الماء حوله إلهي سي أدو بضن ومحو كهل حولها سبضن إلماها سبضن بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي أيها أدعي أنس رضي الله عنه مات بالبصرة وحو قل أنت مقال هذا بصر سنة 93 سنة كهجرية مركي مريسي هجر هذا سوى هجرة سقاشا يسدح مركي مريسي. التعريف بالصحابي هو أنس بن مالك مقعيس حلها أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي أنصارنا أها خزرجنا أها خدم وحو أذيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أيو وحو أذيقي 10 سنوات طبعا 10 سنوات 8 سنة أيو أذيقي كان وحو أها كثير المال مد حول بضن أيو أها والولد المبضن بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي أيا أدعي صلى الله عليه وسلم مات بالبصرة مقال هذا البصرة أيو كون انتي سنة 93 سقاشا يسدح هجري مكبرس صحابي الحديث كنوري حديث كي ويناي وانصبرني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث كسوحا نوري صحابي وين صحابي كسوحا لأورنجري أنس بن مالك رضي الله عنه مقعي سوحا لها أنس بن مالك وحو أها أنصار ذاتك نبي أهيلي مقال هذا المدينة أهيلي أيوها أنصار ولي بوحو كسي أها خزرجي أنصار توحواي ذاتك مقال هذا المدينة أو نبي سود أويا أنصار لديه ذاتك نبي أقر قاريو خزرجنا وقبيل كوضا قزرج يأوسيك لها هين أنس أصويرا نبي قلو كان 8 سنة جرو أنس طبعا إلا 8 سنة نبي أيو إشقينا صلى الله عليه وسلم مالن بو أنس أدعي نبي وحو يري إله إلمه سبضي إله حول بضن سيبي أنس بن مالك وحال يري الميسا بقل واقهارين عليه المها واسد على حول بضن نووي يش أنس بن مالك ولي بو عمر جيسا إلهي ديري إلا وحو قاري إلا أصحابت وقدم بيدتك وقدم بيناها بقل سنوات عف أنس بن مالك عمر جيسا أن أنس بن مالك وحو قل انت مقال هذا بصرة وعراق قتاله سنة كمركو وهاي سقاشا يسدح أصحابت دتك وقدم بيه قل وايهي هو أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات 8 سنة أي نبي أشقينا أيوه صلى الله عليه وسلم كان كثير المال والولد وحوها مدحو ربضا المبضا للا أيوها بدعوة الرسول نبي أي أدعي صلى الله عليه وسلم مات بالبصرة مقال البصرة أي كغير يودي سنة 93 سنة كمركو أها سقاشاً يسدح حديث كان محنك قادنا هنا مرك محال قفا إذي سنة حديث كان ما يستفاد من الحديث حديث كان برني وحال قفا إذي سنة واحد التعاون والتآلف بين المسلمين التعاون إني تعاونان وإسكو كالميان إيو التآلف إني إسكو ضمان إسكو حرناذان بين المسلمين أن الإسفقينين يا لغي قادنا ياو التعاون اسكو كالمين والتآلف اسكو سو دوانشو الصدمت بين المسلمين والمسلمين تلاحظوا لمبر كلمات الحسد اللي سحاسده او قفك ولا الكيس او وحل الربن اي والبغضاء وحناق او قفك او حناق من الصفات الذميمة تلمامونك حنحن اي كمت حاسد نمض الحث وحال اسكو بوري على التواضع قفك انو اسرول لغو او كبرن ومحاسن الأخلاق أخلاق وناكسن إنه سمعي حديث كان وحيابا بضن يا الله قادنا أنا جو حنكسر كوبني صدح شيء مسلمين تيني إسكالميان إسكود دمان أو هلق عن عمل نقدان سيدو حديث سيدي هراء أنكسر براني المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض
سيدا حديث كاسو كلاوا إلا تعاونوا مسلمين إن تآلف أو كده حي اسكو صو ضمنان مسلمين تلاحظوا حسدك حاسدني ماذا وحكينا قفك أو قفك كلاوا أقوري كل يسوع إسلا ربا حاسدني ماذا إيه حناقة أو قفك لو حناقة وحي كم التهي صفاتك حنحن أو قفك كتل ما مو بأي كم التهي مدى الصدحات حديث كان وحو نقوب بورين هيا تواضع تواضع وإن آل كبرين أو قفك اسمول ديكو كبرك سنتاق إسلوين ذا وحيا أبها إلهي نعبي هيا نار وقفك كمتع إن الله لا يحب المتكبرين إلهي مجعل ذاتك إسلوين ذاتك أو إسلوين أو حق الديدو أو ذاتك يصه إلهي مجعل وعجعل يهي إنو قفك إسلول ديكو وتواضع سمايه أيوه ربا إيوه أخلاق وناكسنا اللي سكبوري هذا قفك قفك كلا دا وحلا جعلاتي أخلاق ذا وناكسنا ومحاسن الأخلاق وان. ما يستفاد من الحديث واحد التعاون إن لسكو كالمايه والتآلف إن لسحوجيه بين المسلمين الحسد حاسد لماذا والبغضاء لسكو حناقة من الصفات الذميمة تلمامين كحنحن أي كمتة الحث وحال اسكبوري على التواضع ان اسلول ديقو اولا كبرين ومحاسن الاخلاق اخلاق وناكسن هيا الاسكبوري اجب كج اسئلة سؤال ايو وتمارين اكمل هذا الحديث حديث كان بوحي لا يؤمن احدكم سؤال شلبات ماذا تعرف محاكتقانا عن السحابي انس بن مالك انس بن مالك بل تاريخ ذي سنوغشك اذكر فائدتين لبا فائدة كشك من فوائد الحديث حديث كان فائدوين كيسا لبا فائدة كشك بسم الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه المسلم وبخاري اسمي رياق حسن هو أنس بن مالك بن مالك الأنصاري القزيري قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات اسمي نوردين الجواب الثالث التعاون والتلاوف بين المسلمين الحث على التواضع ومحاسن الأخلاق هذا أي أمها تسيهين سيدة وناكسنة يوجد جوابين 10 كلمات أو أها الحديث الثالث حديث كسدحات 10 كلمات أنت سيكويقي هاي وبالله التوفيق وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم